vit en Afrique de l'Est, en Somalie, Éthiopie. ممكن نقدروا نكملوا هضرتنا في الدارجه شحال هذه ما هضرت مع شكل نحس براسي خاوي من الداخل. قلت لي بصحتك؟ شكون اللي قال لك انا بصحتي؟ نورمالمون الدوسي ميديكال ديالي عندكم قضيتي عليه؟ بيان سور. انا وفاش دخلت عندك وانت ماشي شويه ما بتيش لي مريض. الله يرحمك الويس. الله يرحمك. ما عرفتي شنو كاين بزاف. الله يخليك، انا نخلصكم باش ديروا خدمتكم. اسمح لي ولكن حتى انا الضمير ديالي خصو يكون مرتاح. من اليوم في صدد تقديم عرض مسرحي جويوز انيفرسير عيد ميلاد سعيد، الكتابة وإخراج ديال فاطمة زهرة الهويتر، لعب في عبد الربيع عادل باتوراب إلى جانب فريد البوعزاوي، في إطار الدعم للوزارة الثقافة والاتصال والشباب اللي كتقوم به يعني هذا العرض مدعم من طرفهم. هذا تقريبا غيكون العرض وقيلة الثالث أو الرابع اللي كنقدموا أول مرة غادي نلعبوا في مدينة الدار البيضاء خاصة في قاعة المركب الثقافي ديال بمسيك الجديد. المسرحية فيها جوج ممثلين كتهضر على واحد نيميغي ماروكان يعني واحد الرجل من المقيمين المغاربه اللي مقيمين في الخارج يعني كبر في السن ولادو كبروا مي بقى في واحد العزله بقى بوحدو كيعاني من الوحدانيه من لا سوليتود دونك كيتبنى عليها بزاف تردد الافعال. ما باغيش نحرق المسرحيه باش ما نقولش شنو غيوقع مي هنا فين كيبدا الاشكال انه كيدير واحد الاختيار اللي كيشوفوه هو صائب وقدر الناس يشوفوه ماشي صائب دونك باش كتدخل الشخصيه ديال فريده كذلك السيده اللي كتجي عنده باش كيحاول يقنع على الاختيار اللي دار وانها تعاونه باش يرتاح لانه كيحس براسو فنى حياته على ود وليدات على ود واحد الاسره اللي ما بقاش هذاك لو روتور يعني كاين فراغ شنو في الاحساس ايموسيونيل اللي بغيت نقول. دونك هنا كناقشوا الفكره ديال لوتانازي هي واحد الفكره اللي كتسمى الموت الرحيم اللي تقريبا في العالم كامل كاينين جوج دول اللي كابليكيوها اللي هي سويسرا وبلجيكا. دونك هي مطروحه في المسرحيه كذلك فكره وانا كنحاولوا نقدموها دابا حنا في اطار الصدد ماذا كنوجدوا بعض العروض الجوالات كذلك باش نلعبوا ان شاء الله. مازال غدا نفس دبليوت ومازال غيكونوا عروض مقبله ان شاء الله باذن الله. مع التدريب دازت مريحه جدا بالنسبه ليا لان كان اللي زعما الرول اللي لاعب انا وفريده دونك كان عندنا فضاء ديالنا خاص اللي كنا كندربوا فيه بالديكور ديالنا يعني نهار بديت التدريب بديت بالديكور بالكوستيم وهذه مساله مهمه جدا عاونتني بزاف في المسرحيه انك نهار تدخل العرض يعني كتدخل في التدريب كيكون عندك الملابس ديالك كيكون الديكور عندك واجد دونك عاونتنا بزاف هذه القضيه الى جانب فاطمه الزهراء كذلك اول التجربه ديالي معها كنعرفها هي صديقه كذلك كنت معاد معايا مي عجبني الحال اني خدمت مع فاطمه الزهراء الهويتر كنقدر نقول فاطمه الزهراء الهويتر يعني النوفيل فاغ جايه في لا ميزون سين ماروكان جايبه هاد البنت هادي خدمتها عجبتني بزاف ارتاحينا في الخدمه خدمنا كاين الانصات كاين ليكو تعرفها شنو باغه واقفه على شغلها خدامه متوله دونك هاد الاشياء كنحتاجوها حنا سيرتو خاصه الممثلين كنحتاجوها في الاشتغال مع بعض المخرجين وكذلك في الفضاء دونك التدريب كان داز بجو جميل وهذا راه كينعكس كذلك العرض يعني ملي غتشوفوا العرض راه يقدر يبان لكم الجو اللي كان في التدريب كيفاش داير. الدور ديالي في هذه المسرحية هو طبيبة في بلجيكا أصلها مغربي كتشتغل في بلجيكا وكتجي عند عمر بن يحيى هي هاد لوتانازي أو الموت الرحيم اللي هي واحد عملية ديال كتسمى بالموت الرحيم كيتمارس في بشكل عادي بشكل قانوني في بلجيكا وكتجي باش تساعد هاد السيد باش يمشي باش يموت بسلام مي كتكتشف انه زور الملف الصحي ديالو وكترفض وكيكون بيناتهم قصه بلا ما نحرق المراحل فكتعيش معاه الصراعات وهذا هو الدور ديالي تقريبا في المسرحيه. اولا فاطمه الزهراء هي صديقه وممثله واشتغلنا مع بعض وكنتفاهموا بزاف وكنامنوا ببعضياتنا
ويعني فاش عيطات لي انا كنت فرحانه انا نشتغل معاها في اول عمل ديالها ديال الاخراج. ف كانت الاجواء اكثر من رائعه، لانه حنا كنا كنتفاهموا، كنا كنشتغلوا بهدوء، وكنا كنبحثوا وكنتناقشوا وكنقدروا نختلفوا، ولكن كنوصلوا في الاخر، يعني كنوصلوا كنتفقوا في الاخر على اي مشكل، او ماشي مشكل، زعما اي حاجه ناقشنا عليها في الاخر كنوصلوا للحل. وكانت يعني كانت اش نقول لك، في ظروف زوينه بزاف، مرت تدارب بسلام. كنا كنشتغلوا واحد العدد محدود من الساعات في اليوم، وكنظن ان العمل كان ناجح، لانه كانت الاجواء التحضيريه ديال العرض ملي كتكون مزيانه كتهيئك العمل اللي ناجح. لان حتى مع عادل ابا تراب الممثل اللي معايا فيه اشتغلنا مع بعض، وكنتفاهموا بزاف في الافكار والرؤيه ديالنا للحياه وبزاف د الحوايج. دونك بالنسبه ليا ما كانش كاع ما كانش حتى شي خلاف ولا شي حاجه اللي برصتنا، بالعكس كان زوين داكشي. المسرحيه اللي قدمنا لكم اليوم سميتها جويز انيفرسير، من تشخيص فريد درب عزاوي وعادل ابو تراب، سينوغرافيا ديال عبد الحي صغروشني، والملابس ديال لينا بالمواز. دونك المسرحيه ديالي كتهضر على لا سوليتود، على الوحدانيه، واختاريت باش نعبر على هذا الاحساس. هذا هو واحد الرجل متقاعد ساكن في بروكسل مغربي، واللي كنعيشوا معاه واحد الساعه ديال هذه الوحدانيه، شنو كيمكن ليها تخلي الانسان يدير او اللي يتخذ القرارات اللي يقدر يتخذ الانسان الا قرر هو بوحدو، سورتو في واحد السن اللي هو كبير. يمكن هو السن اللي كان نحتاجو فيه ان الاخر يكون حدانا، اننا نخرجوا نتفرجوا في التلفزيون شي حوايج فريمون بساطين كما كتقول الشخصيه في واحد الوقيته من الاوقات ديال المسرحيه. هاد القرارات ديالو انا ما بغيتكمش تحكموا عليها فاش تفرجوا في المسرحيه، انا براسي ما كنحكمش عليها، انا غير جو فو انفيت كنعرض عليكم اننا نعيشوا مع هاد القصه هادي ساعه وصافي. ابخي واش نكونوا متفقين مع القرارات اللي خدا او لا، هادي كتبقى مساله شخصيه ديال كل واحد وشنو كيبان ليه في هادشي هذا كامل. دونك ما نقدرش نقول لكم معلومات اكثر، حيت الا قلت لكم معلومات اكثر ما يبقى لكم ما تفرجوا. تنساوش تابوناو فلاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.